أنا فاطمة الدخيل، ممرضة بمخيم الهول. أنا قبل الحملات اللي عملوها منظمة الصحة العالمية كنت مترددة وخايفة من إنه أخذ اللقاح، بس بعد الاجتماعات والحملات اللي حضرناها لا تشجعنا وأخذنا اللقاح. صار عندنا شوي تعب بس بعدها تحسننا أحسن إن شاء الله، ونشجع العالم كلها إنه تاخذ اللقاح تنخلص على المرض هذا.